طيب المرأة إذا كانت أقل بتتعامل بالتعاملات الشركية، البقرات والمحايات وتأكل الطينة بتاعت ود الطريف ولا اسمه منو إلى آخره، طينة مكاشفي، طينة ود الطريفي، تتعامل بالأشياء الشركية دي، أولا زي دي ما بجوز لك تتزوجها من الأول، لأنه ربنا قال ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذا بتنده الشيخ دي مشركة، ما أنت من الأول ما تعرسها دي، لكن لو حصل وعرستها أنت يلا بعد ذاك هي على حالة ده تنصحها وتكلمها وتوعظها بالأدلة من الكتاب والسنة، وتبلغ لها من ينصحها ومن يوعيها وتصبر عليها. إذا صلح حالة الحمد لله تبقى زوجتك، من صلح حالة ومصر على الشيخ بتاعه ده طوالي، ربنا قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، طلقة طوالي دي ما تصلح تربي لك أولاد، ما تصلح تربي أولاد، لأنه إذا كانت مصرة على الشرك حتربي لك أولادك على الشرك ده، فهمت؟ فما يجوز لك أبدا البقاء معها على هذه الحال، لكن ما تستعجل أنت، ما تستعجل تفارق طوالي، إنما أنصحها وجهها وادعو ربنا يهديها للخير والصلاح بناء على لم الأسرة، وإنك ما تفرق الأسرة وما تفرتك بيتك. لكن لو ما استجابت في النهاية ليس لك أن تبقى مع امرأة بهذه الصورة أبدا. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.